أخبار اليوم. مرحب طبعا بالمخرج إلي داغر. بنقول لك أنت مشارك في مهرجان دبي السنة دي بفيلم المهر القصير، تكلمنا برضو عنه، عن مشاركتك في مهرجان دبي في الدورة 12. أنا مشارك هون مع فيلم موج 98، وأنا أول مرة بشارك مهرجان دبي، فهذا شرف لي ومبسوط كتير كون هون. شايف المشاركة الأول بالنسبة دي أول مرة، انطباعك إيه عن الأفلام المشاركة ولجان التحكيم وكافة المسابقات بقى، المهر القصير مهر طويل؟ صراحة هذا أول مهرجان عربي بروح عليه كمان أو من عندنا المنطقة، فمبسوط كتير لأنه في كتير اهتمام بالسينما العربية، وشفت كتير سينما عربية منيحة ومخرجين عرب، فبلاقي في كتير اهتمام. يعني هذا الشيء متابع من الجمهور، بتحس حالي بعد دي الكيانية بعد الفيلم في كتير اهتمام من الجمهور، فهذا شيء كتير كتير مهم. يعني فيلمك فكان خد السعفة الذهبية صح؟ اتكلمنا عن التجربة دي، وبعد كده فيلمك ناوي بعد كده تدخل بيه مهرجانات تانية دولية؟ فيلم هلا بعد في ساندانس بشهر الجاي بامريكا، رايح مع فيلمي موج 98. التجربة كانت عظيمة، لانه هو كان اول عرض للفيلم، كان البريمير تبع الفيلم، وكان بعده خلص له شهر. الفيلم شغال على 3 سنين، خلص شهر ودغري رحت على كان وربح الجائزة، فكان شيء كثير عظيم، لانه ما عذبنا كثير تنلاقي مهرجان ياخذه او شيء. فهذا الشيء كان كثير منيح، واكيد حيفتح لي مجالات لفيلم الجديد. كانت رؤيتك ايه او هدفك ايه من تقديم هذا العمل تحديدا؟ هدفي كان انه بالاساس كان هدف كتير اناني، كان بس بيني وبين حالي استكشف علاقتي مع مدينة بيروت ووين صارت هلا. بعد لما كتبته كان عمري 27 سنة من العمر، فهذا كان البداية تبع الفيلم يعني بالأساس. وأهم شيء بالنسبة لي هلا الفيلم، من الجمهور يخدم من الفيلم، هو إنه إذا بلاقوا حالهم بالفيلم ويقدروا يحسوا الأحاسيس اللي أنا حسيتها واللي بدي فرجيها بالفيلم، هذا بكون أهم شيء يعني. كان أهم إيه معوقاتك أو الصعوبات في تحديدا في هذا الفيلم اللي أنت تغلبت عليها وكان ظهر للنور وكده؟ صراحة بركي شوية تمويل لناحية ما، مشان هيك طولت أكثر كمان بإنتاج الفيلم، لأنه التمويل كان صعب شوي، لأنه أخذ 3 سنين، وهو فيلم مزيج بين تحريكي والحي، بياخذ وقت أكثر من الفيلم العادي. يعني فيلم قصير حقيقي بتصوريه بركي 3 أو 4 أيام، هيدا أخذ 3 سنين، فالشغل أكثر بكثير. فهيدا كان بركي عائق، وكمان لأنه كان هذا فيلم شخصي وعن علاقتي أنا الشخصية، كان في قصص كثير أنا لازم أكتشفها بيني وبين حالي وبين علاقتي مع المدينة قبل ما أقدر أخلص الفيلم. شايف حال السينما اللبنانية دلوقتي إزاي؟ بصراحة بركي أنا غير مخرجين كلهم شوي بقول ما كتير منيح، أنا بلاقيها منيحة السينما اللبنانية، لأنه بلاقي إنه بالنسبة لغير بلدان عدد الأفلام اللي عم تطلع من لبنان يعني منا عاطلة بالنسبة لبلد هالقد صغير. أكيد معنا إقبال كتير كبير على السينما اللبنانية وعربية، بس بالنسبة لبلدنا وبالنسبة للإمكانيات اللي عنا إياها بلاقي إنه هذا الشيء منه عاطل، بس في بعد كتير مجال لنتحسن يعني. واهم شيء يصير عندنا مجال اكثر لتمويل الافلام، تنقدر ننتج افلام اكثر من هيك. في فكرة قادم انك تعمل تعاون مع السينما المصريه او تيجي مصر تقدم اعمالك فنيه؟ صراحه بعد ولا مره رايحه مصر، ما مسألة شرف ولا مره رايح. ولا مره. طب كان ايه السبب؟ هل انت مش كنتش حريص على انك تبقى مشارك في المهرجانات المصريه او تقدم عمل في مصر، ولا كان ايه السبب؟ لا بس ما ثابت، بس بالعكس بقى لي شرف روح على مصر، يعني طلع بالك تروح على القاهره وزور مصر، فاي على اي مهرجان قادم اكيد حقدم عليه وجرب روح. ايه اعمالك الجديده المستقبليه الفنيه؟ هلا عم بكتب قصه فيلم جديد، فيلم طويل، بعدني بالبدايه، اول مرحله من السيناريو يعني، ف قصة طويلة بدها بعد 2 أو 3 يعني تشوف النهاية. هتاخد فترة طويلة ولا كيف؟ هتاخد فترة طويلة في ال ايه فيلم طويل، لأنه هو إنه لا هتاخد فترة طويلة في التحضير قبل ما تنتهي منه من السيناريو؟ بركي لآخر السنة. طب كلمنا عن حاجة عنه يعني. ما في خبرك أكثر من هيك، لأنه بعده البداية تصير بس إذا بدك بيحكي عن ذات الأفكار أو الوجهة بفيلم القصير يعني. اللي علاقة مع المدينة بس مع غير قصة يعني، بس كمان لأنه أنا صرت تعلمت برات لبنان، خلصت تعلمي برا، بس بعدني ساكن بين لبنان وبين أوروبا، فبروح وبجي، فهذا الشيء مثل عايشه يوميا يعني، بين علاقتي وبروح وبجي وين وطنك وين عايشه، انه في كل الاسئله بضل براسي يعني، فشغل هالموضوع.
ايه اللي بتتمناه في السنه الجديده واحنا مقبلين خلاص بنودع 2015 مقبلين على 2016 على المستوى الفني والمستوى المهني؟ لا لي شخصيا الفني والمهني المهني كمخرج وفنان بتتمنى ايه وكانسان في حياتك الشخصيه؟ كمخرج وفنان بتمنى انه لاقي وقت اكفي كتابه الفيلم، لانه بين كل مهرجانات صراحه ما عم لحق لاقي الوقت هلا اكتب، ف ان شاء الله لاقي وقت واقدم منيح بالفيلم، لانه عن جد يعني محمس كثير على المشروع الجديد. كانسان بركي تحسن الوضع عندنا بالمنطقه الوضع العربي. ما افتكرش تعمل حاجه للدراما ولا السينما كله بتستهواك؟ يعني احيانا مخرجين السينما ممكن بيتجهوا لتقديم اعمال دراميه تلفزيونيه، الدراما مش شايف نفسك فيها، شايف نفسك في السينما على طول؟ انا صراحه يعني فلومتي فيها دراما، بس مش دراما الكلاسيكيه اللي متعودين عليها، فبعتقد بشغل على طول حيكون في مزيج بين كذا نوع مختلف، يعني من دراما لغير انواع كمان. ما بلاقي حالي بس بنوع معين واحد. المخرج يلي بنشكر حضرتك جدا ومرسي لك. شكرا.